ومن هنا كتفرق المعلومات. الانسان من هنا كياخذ واحد الخبره، كياخذ خبره في الفلاحه، ياخذ خبره في تربيه المواشي، في تربيه الدجاج، في لي ماتيريال، كتاخذ من هنا شي حوايج اللي ما كان عمرش الانسان شافهم. هذا هو الشيء اللي جعلنا باش حنا جينا هنا باش ناخذوا شي معلومات يتزادوا لنا في العقل. حنا ثاني كنفرقوهم لناس اخرين، كنسجعوا ناس اخرين، كنقولوا ودي راه هذا الشيء راه واحد الشيء كبير الحمد لله في المغرب، راه ما كناش كنشوفوه سابقا، ولكن الحمد لله راه موجود عندنا هنا، وفرحانين بهذا الشيء زعما اللي شفناه هنا اليوم. والله الا واحد الفرح كبير. المهم الحمد لله المغرب غادي للامام، والحمد لله على هاد الشباب اللي جايين طالعين غادي الى عرفوا كيفاش يستنتجوا فيه. من الدريوش محمد الحدودي، كان دير رئيس جمعيه فلاحيه، حنا كنهتموا بهذه الفلاحه، وكان يعجبنا هذا النشاط ديال هذه الفلاحه، ومشتركين في ديك الجمعيه ديال لانوك، وجينا كفريق مجموعه باش نشوفوا ونديوا المعلومات اللي غادي نحدثوا بها ونتنتجوا باش نزيدوا لقدام. الحمد لله كنشكر الاخوان، وكنشكر سيدنا على هذا المشروع ديال هذا الموسم الفلاحي من سنه لسنه، وكيتزاد لنا المعلومات، وكنتفكروا مزيان اسمو كنديروا في الاخر في المجال الفلاحي. احنا بالنسبه حنا الفلاحه كلشي عجب لينا، مشينا لتربيه المواشي الحمد لله، مشينا الالات ديال الحرث والاخر الحمد لله، ومشينا ديالنا. المهم الحمد لله هذا الموسم نشاط، واحد النشاط كبير هذا الموسم اللي كي تقوم من السنه للسنه، وفيه واحد النشاط كبير والحمد لله. وكنشكركم، كنشكر الاخوان اللي قاموا بهذا الاخر، وكنشكر الاخوان اللي شاركوا في هذا الميدان ديال هذا المعرض الفلاحي، وكنشكر الناس جميعا. واه المعرض راه في حد ذاته تحضر في المعرض راه استفاده كبيره، راه معرض دولي هذا، وباش تشارك فيه وهذا راه بالنسبه للكساب راه قيمه مضافه. والتنظيم مزيان، تنحيي الناس المنظمين. السلام عليكم، معكم عبد الهادي من اوريكا تيمثل جهه مراكش اسفي. جينا لهذا المعرض اول مره، كضيف شرف اول مره، والحمد لله لقينا الناس ديال المكناس الحمد لله، ناس كرامة كرمونا الله يجزيهم بخير، وحتى المعرض هو كيف المستوى. مشينا شفنا البلاصه اللي فيها تبارك الله، فيها البهام وفيها الفلاحه وفيها الحمد لله القضيه مزيانه، وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى هاد الناس اللي في المعرض كاملين ان شاء الله يروجوا ويخدموا ان شاء الله، وتكون ان شاء الله هذه السنه ان شاء الله استثنائيه في المعرض، وتنتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الناس. المعرض هي كله التنميه، يعدلني المغرب كله يستافد ومكناسي، لا القهوه لا الطوبيس لا الكار لا الطاكسي لا المطاعم لا مدن لا الطاكسيات لا الكيران، يعيش كما سنسن ربحي فولكين نكوني العارضين اللي تاوين سلعتنا دوي اللي خدمت كذا نستافد الحمد لله. ينصر ربي سيدنا، توفق ربي، تنصر ربي، نصر ربي وصل على ويا الشريفه ان شاء الله. كلهم دنغيت فولكين لحسن الاستقبال، والزعما غير نزرى كرا الحاجه، شكون لقنا تزريت كرا الحاجه يخشن الرسول تعاود تادي ضغط شاركت ولا كذا ولا ديت مود ولا كذا، كوني نزرى غير ما يفولكين.